ونبقى في الشأن المغربي، حيث سجل رقم معاملات الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب عام 2014 سجل نموا قدر ب 2.4%. وأوضح أنور بن عزوز المدير العام للشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، أوضح أن إجمالي الحصيلة لسنة 2014 بالشركة الوطنية عرف أيضا ارتفاعا بنسبة 4%. تفاصيل أوفى في روبورتاج عصام العباري. ارتفاع مهم سجلته طرق السيارة بالمغرب في معدل السير اليومي الذي بلغ 17.6 مليون عربة في الكيلومتر الواحد يوميا، وقد سجلت أعلى الارتفاعات على مقطع الرباط البيضاء بأزيد من 52 ألف عربة، الأمر الذي انعكس على إجمالي مداخيل محطات الأداء الذي وصل إلى أزيد من 2 مليوني درهم بزيادة تفوق 2% مقارنة مع 2013. أهم تقييم هو ارتفاع يعني رقم المعاملات 2.4%، وكذلك قلة العدد حوادث السير بالنسبة لطرق السيارة، كما أننا احتفلنا بتدشين صاحب الجلالة لمقطع بني ملا خريبكا في 2014. كما كشفت الأرقام حجم الاستثمارات المنجزة منها وقيد الإنجاز لسنة 2014 و2015، وأهمها الطريق السيار برشيد خريبكا وجديد أسفي وطريق السيار المداري للرباط، والتي ستعزز الطول الإجمالي لشبكة طرق السيارة إلى 1800 كيلومتر. وفي إطار مواكبة هذا التطور، ستعمل طرق السيارة بالمغرب على تفعيل خدمة الأداء بالبطائق البنكية، خدمة سترى النور ابتداء من يونيو المقبل. حاملي البطاقه البنكيه ملي غادي يدوزوا في البياج غادي يعطيو لاكارت ديالهم، غادي دار في تي بي او، وما عندهم حتى شي كود، ما يدخلوا حتى شي كود، لوبيراسيون اللي اوتوماتيك رابيد، غادي تسهل الوقت اللي كيدوزوا في البياج. وان شاء الله من هنا لاخر ديال الشهر ديال ماي غادي يكون غيكونوا الاداء بالبطاقه البنكيه يكون موجود في ما بين قنيطرة وبرشيد، وان شاء الله من هنا للشهر ديال سبتمبر غادي نعموه، وغادي يكون موجود في جميع لي غار دو بياج. تطور جودة البنية التحتية بالطرق السيار أبانت عن نتائج مهمة على مستوى مؤشرة السلامة، إذ سجل معدل الحوادث الجسمانية انخفاضا ب 21%، وانخفاض ب 25% في معدل الحوادث المميتة، وانخفاض كذلك في معدل القتلى ب 28%، مما يؤكد على أن للبنيات التحتية دور مهم في انخفاض معدل حوادث السير دون إغفال الدور العامل البشري.